صافا لاباس عليكم نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم فيديو جديد رحنا على ابواب رمضان ان شاء الله يا ربي بقات له يومين ان شاء الله يا ربي الله يدخلوا علينا بصحه وسلامه يا ربي وطول العمر ما تنساوناش من الدعاء ديالكم الصلاه ديالكم القيام ديالكم وحنا كذلك ان شاء الله غادي ما نساوكمش الدعاء ديالنا ان شاء الله يوم فيديو جديد فيديو لرمضان شكون اللي كتسحر ومين كتسحر كتبقى توجع حكرشه وداكشي وكتقل وداكشي اليوم جبت لك واحد الوصفه خطيره اللي غادي تهنيك صراحه اللي كنا مجربينها انا وفؤاد صراحه ولكن كنا كندير فيها السكر اليوم غادي تكون بلا سكر وغادي تكون بلا دقيق وغادي تكون بلا غادي تكون بزيت زيتون وغادي تكون باللي الدقيق نتاع القمح القمح يعني ما كاينش الفورص ما كاينش داكشي اللي غادي يبقى المعده يضر المعده وداكشي غادي تاكلي تتشبعي وغادي تكوني فرحانه والمعده ديالك مرتاحه المهم اليوم صراحه ما تنساونيش من اللايك ديالكم حيت الوصفه غادي تعجبكم بزاف وغادي ديروها بزاف انا كنتمنى انكم تجربوها حيت زوينه زوينه بزاف راني عاقله واحد لرمضان فوتناه تقريبا سحور كامل غير هذيك اللي كندير ولكن كنت كندير فيها السكر اليوم غادي نقلع السكر وبلا السكر غادي يكون هذا يكون التمر التمر هو اللي غادي يعوضنا السكر بالنسبه للناس اللي فيهم السكر يقدروا ياكلوها بالنسبه للناس اللي كتوجعهم المعده كذلك يقدروا ياكلوها غادي تكون صحيه لهم بزاف وبالنسبه للناس اللي دايرين ريجيم بحالنا المهم نتمنى ان شاء الله فيديو الوصفه تعجبكم ونتمنى تجربوها وتصيفطوا لي في الانستغرام حيت كيعجبني بزاف انني نشوف الوصفات ديالكم الوصفات ديالي زعما اللي كنبارطاجي معكم كتجربوهم وكيعجبكم كيعجبني الحال يلا اجيو نديروا الوصفه ان شاء الله وما تنساوش تجربوها حتى شي حاجه حتى ندير قدامكم باش هكايا تشوفوا الوصفه كامله اول حاجه غنديروها هي كاسونس نتاع الحليب غادي نديروه يطبخ يغلي غادي نشعلوا البوطه كاس عنبه يعني كاس عنبه عبروا به عندنا كاسونس وغادي نخليوه حتى يغلي من غادي يغلي غادي نزيدو عليه واحد الكميه نتاع التمر كاس نتاع التمر ولا هاد زلافه صغيره نتاع التمر غادي نزيد نجوفها عليه ولكن حتى يطبخ وغادي نكبوها باش ترتاح فيه على ما نوجدو كاع المكونات وهكايا نبداو على بركه الله انا نخليكم دابا ونوجد كاع المكونات على بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو البنات عندنا 3 نتاع البيضات عندنا هنايا هذاك الحليب اللي رطبناه كاس ونص نتاع الحليب اللي رطبناه مع واحد الكاس نتاع التمر باش هكايا التمر يرطب في الحليب عندنا هنايا الدقيق بالنخاله ديالو الدقيق نتاع القمح هو اللي غادي نستعملو وصراحه راكو عارفين الدقيق نتاع القمح كيكون خفيف صراحه ما كيعذبش في المعده ولا كيعذب يعني في ليستوما يعني اللي عنده ليستوما الدقيق نتاع القمح وصراحه بنين والله الا فيه واحد البنه خطيره المهم بالنسبه هنايا للمكسرات تستعملوا المكسرات اللي عندكم ماشي ضروري تستعملوا هادشي اللي استعملت انا هادشي اللي عندي انايا نتوما تقدروا ديروا اللوز تقدروا ديروا كاوكاو تقدروا ديروا المهم داكشي اللي عندكم في الدار هنايا عندي البودر نتاع النوازيت نتاع البندق هنايا عندي البودره نتاع اللوز عندي هنايا اللوز شرائح اللي غادي نزوق به عندي هنايا القرقاع اللي غادي نديرو هكايا حبيبات كبارين في الكيكه عندي هنايا زبيب وعندي هنايا الشوكولا نواغ البنات الشوكولا نواغ ماشي الشوكولا بالحليب هذه الشوكولا نواغ الشوكولا نواغ راه مزيانه حتى في الريجيم كيقولوا انك تقدري تاكلي واحد المرصو حيت كتقالي المعده صافي كتشبعك كتاكلي واحد المرصو وكتشبع المهم هذه الشوكولا نواغ هذه على ما اظن 70 الا لقيتو حيت كاينه نتاع 85 كاين 80 85 على ما اظن الا لقيتو تاع 80 من افضل الناس اللي متبعين حميه وداكشي يشريو نتاع 80% نتاع الكاكاو المر انا ما بقاليش الكاكاو على داكشي غادي نعوضو غير بشويه نتاع الشوكولا هكا حبيبات صافي ماشي تقدروا تستغناو عليها كاع ما ديروهاش انا غير حيت فؤاد وداكشي راكو عارفين كنبغي ندير له شي شوكولا حيت كتعجبو تقدروا تستغناو عليها ماشي ضروريه حيت عندنا الزبيب عندنا التمر غادي يديروا الحلاوه في الكيكه عندنا هنايا واحد الفاني تقدروا تستغناو عليه كذلك الا بغيتو وعندنا هنايا خماره نتاع الحلوى نتاع 11 الغرام عندنا هنايا كاس ما عامرش نتاع زيت الزيتون اللي غادي نعمروه المهم ما يكونش عامر
المهم كتبقى واحد الكيكه اللي هي فريمون صحيه. وبالنسبه كما قلت لكم المكسرات تقدروا تستعملوا اللي عندكم، تستعملوا حتى اللوز وداكشي اللي بغيتوا تستعملوه. انا من درت البودره نتاع اللوز ما بغيتش نزيد اللوز، سينو تقدروا تستعملوا اللوز هكا مهرمش وداكشي غادي حتى هو يجي زوين. المهم كما شفتوا عندي كاس مع المرش نتاع الزيت صافي، وغادي نبداو على بركه الله نبداو في الكيكه ديالنا. المهم اول حاجه نبداو بها البنات هي البيض ضروري. بسم الله. نضربوه المهم كما ملي نضربنا البيض مزيان غادي نزيد عليه الزيت. نزيدو الحليب مع التمر. اوب بسم الله. عندها طحنت هذا التمر باش يطلق الحلاوه ديالو، حيت بقى في التمر شحال ما طحنطوه ولا معستوه بحال هكا كيطلق المذاق ديالو كثر. صافي ما غاديش نستعمل هذا الطراب الكهربائي، غادي نعتمد دابا غير هذا باش هكايا يبقاو لي شويه مثلا اللوز باش ما يطحنش يزيد مثلا اللوز ما يزيدش يطحن كثر. وداكشي غادي ندير اللوز بودره، ندير هاد النوازيت حتى هي بودره، نديرو الزبيب، نديرو فاني، غادي نزيدو الدقيق في التالي، غادي نزيدو الشيكولا مع الكركع. غنزيدو الدقيق بسم الله، نديرو خمارة. انا اكتفيت غير نتا 11 غرام، بغيتو تزيدو كتر باش الكيك يطلع لكم كتر تقدرو تزيدو غير هي ما تكتروش، حيت عاودي الا كترتو كتبقى يطلق المذاق نتاع المرورة. حاولوا الا بغيتو ديروا زوج ديروا زوج، ولكن صافي ما تزيدوش كثر. المهم انا خليتو الدقيق نتاع القمح خليتو به بنخالته، حتى عارفين حتى النخاله صحيه بزاف وزوينه بزاف للمعده، يعني ما كتهلكش المعده ما كتثقلش على المعده. بالنسبه للدقيق راه هو عينكم ميزانكم، بحال دوك انا صافي راه ما نزيدش. غادي نحاول انني نقرد شويه هاد الكركاع باش ما يكونش هكايا بزاف، حيت راه المهم غادي نزيد هاد الكميه نتاع الشوكولا نواغ. المهم الشوكولا نوار راه الشوكولا مره راه ما فيهاش لوغو، ما حلوهاش مره بحال الكاكاو المر. غادي نزيدوها هنايا، قلت لكم بغيتو تزيدو الكاكاو تقدروا تزيدوه، انا ما عنديش الكاكاو بصراحه، الكاكاو غيطلق حتى واحد يطلع واحد اللون راكم عارفين تاع الشوكولا وداكشي هكايا. المهم تقدروا تزيدوه، انا مره جايه تنشري ان شاء الله كاكاو مر، عندي كاكاو محلو فهمتوا، ما عنديش المر والمر غادي يكون احسن. المهم انايا نوجد المول ونعاود نتلاقى معكم. هنايا عندنا المول البنات اللي غادي ندخل للفران، غادي ندهنو شويه نتاع زيت الزيتون.
غادي نرشها بالدقيق نتاع النخاله بالدقيق نتاع القمح. المهم كلشي صحي حتى ما نرش صحي. عندنا واحد البنات واحد رشيشه نتاع القرفه، عندكم بغيتو ديروها اختياريه، بغيت كتعجبكم المذاق نتاع القرفه ديروها، ما كتعجبكمش المهم ندير لها غير هكايا شويه من الفوق. حتى القرفه راه زوينه بزاف للهضم. بغيتو ديروها في الوسط نتاع الخليط ديروها. المهم انا خليتها غير شويه هكا من الفوق، رشيتها شويه وغادي ندير لها الكاكا هذا اللوز مهرمش من الفوق. هلا صافي ندخلها للفران على 100 انا كندير 160 170 بحال هكايا. الوصفه الاولى راها في الفران كطيب، الوصفه الثانيه ما كطيبش في الفران. غادي نديرو كريات الطاقه، كريات الطاقه ولكن بشرط الناس اللي دايرين الريجيم وحده في النهار فقط. ابخي الناس اللي باغين انهم يغلاضوا يقدروا يديروا هاد الوصفه ويزيدوا عليها الشوكولا ولا نوتيلا باش هكايا يعطيهم لي في كثر، ولكن الناس اللي دايرين الريجيم يقدروا يكتفيوا بحبه فقط ولا حبه في يومين ولا شي حاجه، غير على حساب باش تعطيهم شويه ديك الحلاوه والجهد وداكشي حيت كيقطعوا السكر. متفاهمين؟ هذه فريمون فيها لي فخويساك بزاف، ولي فخويساك راه ماشي مزيانين بزاف للريجيم، كتقدري تاكلي 3 حتى 4 الحبات يعني عندك في النهار. مثلا الكيكه كذلك غادي تاكلي واحد المرسو صغير في النهار، يعني الا كنتي مداومه عليها انك كديريها دائما على حساب السحور وداكشي عندك فقط في واحد المرسو واحد صغير. بالنسبه لهادو بغيت ندير فريمون الفؤاد على حساب الخدمه ديالو وداكشي، بغيت ندير له هاد الكريات نتاع التمر اللي يقدروا ياكلهم اون بلوس فيهم لي فيهم الطاقه لينيرجي، يعطيو له فوالا لينيرجي يعطيو له الطاقه. الي روحوا معايا نشوفوا المقادير. صراحه الفواكه الجافه هي اللي كتعطي واحد الجهد اكثر، منهم اللوز منهم القرقاع منهم الزبيب منهم التمر، هما اللي كيعطيو واحد الطاقه واحد الجهد للنهار ديالنا كامل باش يفوت مزيان. الوغ هنايا عندي واحد زلافه نتاع اللوز، ها نتوما كتشوفوا تقدروا تستعملوا الكميه اللي بغيتوا، انايا باغيه اني نوجدها فريمون وتدي لي واحد على الاقل واحد 15 يوم ولا شي حاجه على حساب فؤاد. عندي هنايا اللوز غادي نطحنهم، عندي هنايا القرقاع مع الكاجو حتى هما غادي نطحنهم، عندي هنايا النوازيت، عندي هنايا زبيب، وعندي هنايا التمر اللي غادي ندير شي حبات معاهم. مثلا في عوض مثلا في المغرب باش ياكل التمره يقد ياخذ هذا هادو، غادي نديرهم كويرات مع العسل الحر وداكشي وغادي يعطيو له فريمون لينيرجي النهار كامل، ويقدر ياكل حتى في السحور باش هكايا يكون عنده جهد اكثر للخدمه، وراكم عارفين رمضان وداكشي. فوالا نكتفيو بهذا القدر نتاع التمر صافي، وغادي نطحن كلشي في ماشي كويزين وغادي نجمعو بالعسل. الخليط ديالنا شوف
هانتوما كما كتشوفوا الخليط مهرمش وكيتجمع بحال هكا. دابا غادي نجيبو شويه العسل وغادي نزيدوها معاه. غادي نزيد حتى واحد شويه نتاع القرفه، حتى القرفه عندها فوائد زوينه بزاف بزاف بزاف. المهم هذا فريمون الناس هكايا شويه جهه الطاقه، بغيتو تغلاضوا البنات زيدوا عليه نوتيلا، زيدوا عليه املو ولا المهم المهم داكشي اللي فيه الزيوتات وفيهم الدهنيات. هذا فريمون غادي يبقى فريمون بوغ الطاقه، فريمون رجالكم خدامين وهكا وتمارا وداكشي تقدروا ديرهم بحال هكايا، ياخذوا جوج حبيبات هكايا ياكلوا جوج بحال هكايا كريات في السحور، فريمون غادي يكونوا عندهم لينيرجي باش يخدموا النهار كامل. المهم انا درت هنا غير مغرفه صغيره نتاع القرفه، خفت فؤادي ما يبغيهاش بزاف، هذاك الشيء ما بغيتش نكثر. بغيتو كيتعجبكم اللوغو نتاع القرفه تقدروا تزيدوا وديروا اللي بغيتو. غادي نجيب العسل دابا ونزيد شويه العسل، غادي نزيد شويه العسل اوب العسل الحر. اي واحد جوج مغارف بحال هكا صافي بركت، غير اللي غادي يجمع لنا الخليط. انا ندوق قدامكم باش نشوف المذاق. عندي ليس عندي ليس البنات عندي ليس صافا شنو عندي ليس عندي ليس فين يبان دوك لي باغ نتاع الشوكولا اللي فيهم هادشي. الحاجه اللي ديريها بيدك صراحه ما كاينش افضل منها، واعر مذاق خطير خطير. ديروه لوليداتكم الا ولاو كياكلوا لكم مثلا الزبيب، الا ما كياكلوا لكمش التمر، اللي ما كيبغوكمش هاد المكسرات ديروا لهم على شكل هكايا ولبيوهم في الشوكولا. انا نتاع فؤاد غادي نديرهم في الشوكولا فريمون غادي يحمق عليهم، غادي تشوفوا غادي تشوفوا لا رياكسيون ديالهم ان شاء الله. مي اون ديليس 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 البنات ديليس واعر. بالنسبه للكاطو ها هو هذا يم يم. المهم هذا طاب نخليوه يبرد هنايا على من اننا نكملوا. المهم بحال هكا هانتوما كتشوفوا بحال هكا، ونديروا نديرهم بحال هكا. بحال هكا في الشوكولا شتو تعطوهم لوليداتكم بحال هكايا عندي ليس البنات، والله الا تيقوني بنين بنين. المهم فوالا انا غادي نكملهم بهذا الشكل ونتلاقى معكم. غادي نشوفوا الكيكه كيفاش جات. بسم الله هانتوما يم يم. غادي نقطعو واحد المورسو بسم الله. نتوما كيفاش جات شوفو جات مهوية مفشفشة هانتوما كتشوفو بغيمو تقولو غريبة، جات معلكة 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 هانتوما والله إلا تعرفو مفشفشة. وشوفو دوك الشيكولا بحال هكا بلوست، لا صراحة واعرة واعرة واو. المهم صراحة هادي في السحور حنتمنى تجربوها ان شاء الله في السحور ديالكم، غادي تعجبكم بزاف وغادي نذوقها قدامكم وغادي نذوقو ونشوفو كيفاش جات. اوب او بسم الله
عندي ليس والله ما نضحك عليك والله ما راني نضحك معاكم البنات. واعره جربوها ورطوا عليا. وداك القمح بقيت القمح طار فيها واحد لوغو ما فيها السكر نهائيا، ما تقولي درنا فيها السكر، فيها الزبيب فيها التمر بارفي بارفي والله البنات. وكان كانت ما فيها ميتة فنقول لكم راه راكو عارفيني من كان غاطي شي حاجة كان غاطيها كنقول لكم صافي ما جات زوينة ولا هكا. مي جربوها وفغيمو هانتي كليت مي كنبغي نعاود نزيد حيت ما كتقلش ما كتحسيهاش انك يعني الاخر. المهم ما عرفت ما نقول انديليس انديليس واعرة بنينة فنة جربوها وردوا عليا صيفطوا لي التصاور واعرة 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 صراحه البنات. ما عمرني ما جربت بالنخاله، ممكن ندير هذيك المره صراحه كنت ندير غير التمر والمكسرات، ولكن كنت نديرها بالفورس يعني بالفورس العادي اللي كنديروا به الكيكات والكاطو. اول مره ندير بالنخاله بيني بالدقيق نتاع القمح بالنخاله. ما نعاود لكمش انتو غير البنات انتو غير جربوها وتما عاد هضروا قولوا لي. ما واعره 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 بنينه ما تصورش حال. جربوها ضروري 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 تجربوها، ناكد لكم عليها ونسني لكم بالاحمر جربوها. مهم انا ما نزيدش نطول عليكم، نقول لكم نبغيكم خير ربي خير ربي. نتلاقاو فين فوقاش فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم وجربوا الوصفه. باي باي. مهم قلت لكم غادي نقول لكم الراي نتاع فؤاد. انا شفت من الخدمه ما فهمت والو، شفت من الخدمه قالت لي ها هاك شد واستنى. تعرفي علاش؟ حيت جا باش ياكل داك لي كونغي ديالو، حيت انا داكشي مابقاش كي انا داكشي ما عنديش معاه دابا فهمت، انا صحيه اكثر. كاع عطا قلت له قلت له قلت له ما تاكلش داكشي، راني درت لك واحد الكيكه ولكن استنى حتى نجيب الكاميرا باش نشوفوا الراي ديالك كيفاش جاتك. المهم هذا الكاطو صحي، هذا دار بزيت الزيتون ودار بالدقيق نتاع القمح. اسمع دار بالدقيق نتاع القمح وزيت الزيتون وبلا سكر. كاطو بلا سكر وبلا وزيت زيت الزيتون. المهم عطا علي عاد قول لنا فيها فيها لي فريسك فيه هذا اللي كتهضري على واه على هذاك حد بزوج. لا هذاك بوحدو هذاك بوحدو ذوقو منا بزوج. يلا ذوق الكاطو الاول فيه سميتو ذوك اللي فيه واه اللي نوال القرقع. عطو لي يامي ذوق بابا وقول لنا رايك. بسم الله فيها القرقع وفيه زبيب فيه التمر المهم فيه لي فريسك التمر واه دقيق نتاع الفارين كومبلي دقيق نتاع القمح ما فيهش فورس. الوغ كي جاك وكيش موالو وكي جاك مذاقو عندي لي سوبا واعر ميو كل اخر ومام ما فيهش سكر مام فيهش سكر سي تخو بون مي اون بلوس ياب 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 ماما هاك تيا تمر وزبيب هذا تمر وزبيب كتعطي له فين فوالا الحلاوه فوالا ما فيه السكر والتمر وزبيب والله لا زيد خبو انديليس ما تقوليش على 5 مينوت ولا باقي فوي سي فاسيل ايوا ديري على تاني جوغ بر هذا هذا السحر للسحور للسحور اصلا جربتو بوغ السحور وهذا ذوقو هذا هذا درت لك هادو كويرات نتاع لينيرجي باش تبقى تاكلهم في السحور باش يعطوك لينيرجي للخدمه. فيهم القرقاع واللوز الزبيب التمر النوا الشوكولا والشوكولا شوكولا بودر بار دوسي كي جاك هذا في الصح؟ اه هذا بلا طياب لا والو كي جاك مليان مليان سي ترو بون نقدر ناكل طبسي كبير فهمت دانغ باسكو زين زين وصحي فين تجبري الوغ تو فاليد 100% نو جو واعر يلا قولهم بسلامة باي باي